شاري قناة جبال أجسام دوب نشطه. معاكم كابتن احمد مجاهد اي اس اس اي ترينر. مبدئيا كده اللي هيتابع قناتنا وهيتفرج عليها الايام الجايه هيلاقيها متقسمه لثلاث اجزاء. الجزء الاول هنتكلم عن سلسله كمال الاجسام، خاصه بكمال الاجسام، بنعرف ايه هي كمال الاجسام، وده طبعا ردا على مجموعه مغالطات حصلت مؤخرا في فيديو كنت نشرته بخصوص كمال الاجسام والتجاوز اللي في حقها. هنعرف الناس ايه هي رياضه كمال الاجسام، ولو انت عايز تمارس كمال الاجسام ايه الاتحادات اللي المفروض تكون انت منتمي ليها، وايه الفرق ما بين اتحاد الليجو والاتحاد البرو، وهل فعلا المنشطات ضروريه عشان تبني جسمك، وهل في بدائل للمنشطات، ازاي تقدر تحضر لبطوله من اول الالف للياء للمبتدئين لغايه لما بتبقى بروفيشنال، وازاي تتجنب الاصابات، وازاي تعمل بريوديزيشن، وده هيكون من خلال منهج مشترك من الاي سي اي والاي اس اس اي. المجموعه الثانيه من القناه هتكون بتتكلم عن الاي سي سي بالعربي، طبعا دي احنا شرحنا فيها نص المنهج تقريبا من سيرتيفايد فيتنس ترينر ازاي تكون مدرب شخصي. المجموعه الثالثه والاخيره هي الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا ده، عباره عن التحليل الاستراتيجي للتمارين. هنا الفيديو دوت على اليوتيوب جايب حوالي باكتر من مليون مشاهده، فاستغربنا جدا، عدنا نتفرج عليه ونشوف التمارين ايه، التمارين صح ولا التمارين غلط بحكم اللي احنا درسناه طبعا، وعشان نوضح للناس الهاكس او الهبد اللي ممكن نلاقيه في القنوات اللي بتتنشر فيها مجموعه من التمارين والناس تبتدي تقلد وخلاص ويحصل لها اصابات. خليكم معانا، المجموعه دي هتكون مسليه جدا ومضحكه جدا. خليكم معايا يا جماعه، باصين فين؟ اول حاجه التمرين اللي قدامنا ده كده زي ما احنا شايفينه في غلط. ايه هي الغلطه؟ بغض النظر عشان محدش يقولي لا ده هي طالعه واقفه على جهاز من فوق، طبعا ده ممكن يعمل امبالانس يعني عدم توازن يعني المبتدئين المفروض ان هم ما يعملوهوش. طبعا هنا نمره 2 هتكون وضع الرجل، وضع الرجل بالشكل دون ويكون ضيق كده، بتكون في مشكله طبعا للركبه وللعمود الفقري في نفس الوقت. هو تقريبا كده، هو مش مهم عندهم التمرين، كان مهم عندهم حاجه تانية، بس ما علينا. التمرين الثالث، الناس هنا اللي دارسه علم التمرين تقدر تقول لنا ببساطه، يعني انا ده التمرين زي ما هو شغال قدامي هنا كده زي بالظبط لما باجي اعمل الديد ليفت، تمام مفيش اي مشكله، بس هل وانا بسحب الجهاز او الكابل الوزن بالشكل دوت هل الفعاليه بتكون اكتر على الجلوتس، ولا بيتحكم هنا الدراع والكتف زي ما هو واضح قدامي وهو اللي بيرفع الوزن اكتر؟ فهل التمرين ده هيكون ذا فايده ولا برضه استعراضي بحت؟ التمرين التالت معانا هنا، بص طبعا انت هنا اللي شايف التمرين دوت عارف كويس جدا ان احنا بنلعب حاجه اسمها ابدكشن. ابدكشن ان انا رجليا بتتحرك اواي اوف ذا ميدل سيكشن، الميدل سيكشن اهو انا رجليا بتتحرك لبره، فالعضلات طبعا المشاركه فيه مش العضلات الانر خالص زي ما هو ايه عامل هنا، دي العضلات الخارجيه لعضله الرجلين. التمرين السابع معانا هنا غريب قوي، يعني هنا هي بتلعب سحب الكابل اهو من تحت لفوق، اما هنا اللي جايب التمرين هو بيسحبه هنا من تحت لفوق بس من القدام، فبالتالي العضلات المشاركه هتكون البكتورايلز اللي هو الابر والشولدر اساسي بوجه عام، اما هنا وهي بتسحب استحاله الشولدر هنا يتحرك، يعني او بمعنى صحيح يكون البيزك او الجزء الرئيسي في التمرين. فانا بلعب التمرين ده ازاي؟ تعالوا نشوف كده اهو، هنا انا شغال لاتس بس، الكتف هنا ملوش اي علاقه خالص هنا، في حين ان هو بيقول لك ان التمرين ده كده، هتلاقي الناس يعني تقلد نفس الفيديو دوت بهدف ان هو يستهدف. تمرين زي ده جميل الصراحه للهيبس، بس المشكله مش اي حد يلعبه، يعني انا لو جبت واحد بيجينر يلعب التمرين ده بتهيألي ممكن يجيله فتان. التمرين ده بقى عجيب الصراحة، يعني أنا مش فاهمه هو عايز إيه، ولا يعني الماسورة دي إيه الغرض منها بالظبط، يعني هي تكون في المكان ده، تالي في غلطة في الموضوع يعني، ومش عارف يعني لا شوردر لعبت، لا بايسبس لعبت بالمعنى اللي هو بمعنى بايسبس، ها؟
وبرضه تقريبا الهدف استعراضي طبعا ده مش الفيديو الاول والاخير اللي الواحد يشوفه بالشكل دوت، اللي هو الهدف منه تجميع مشاهدات فقط لغير، مفيش شرح مفيش تمرين مفيش ماده صح بتتقدم للناس، وبالتالي الناس يا عيني اللي ما تعرفش او ما درستش بتبتدي تتفرج وتقلد التقليد الاعمى للتمارين دوت. فانا حبينا بدورنا يعني اللي يسالني مثلا انت مالك انت كوتش، ما اللي يلعب صح يلعب صح واللي يلعب غلط يلعب غلط، ما تسيب الناس تنبسط ببساطه جدا. انا واحد قاعد فاضي اتفرجت على الفيديو وحبيت على بس كل دي الحكايه. طبعا انا بطلب من جمهوري العزيز لو لقى اي حاجه زي كده على اي قناه على فيسبوك على اي سوشيال ميديا عموما يعني وشايف ان هي فيها هبد او ان هو شاكك فيها، يا ريت يبعت لنا واحنا نحلل الموضوع ده كله، عشان هدف الموضوع كله ان احنا نوصل للتمرين الصح. لو عجبك موضوع الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، دي حاجه انا بحبها جدا. ما تنسوش تستنونا في حلقات اجمل واحلى على قناتكم كمال اجسام بدون منشطات. ما تنسوش تتابعوا الثلاث سلاسل ان شاء الله، كل سلسله هيكون مكتوبه باسمها. تحياتي ليكم جميعا، كابتن احمد مجاهد ICC 2.